خلينا نروح من السياحة والرياضة والترفيه والثقافة للحدث الأهم. الحدث الأكبر هي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. امبارح المنتخب الأولمبي لكرة القدم أبهر الجميع، أبهر كل المصريين والعرب وقارة أفريقيا بالكامل. رفع راسنا بكل ما تحمل الكلمة من معنى، هزم أحد أقوى منتخبات العالم المنتخب الإسباني بهدفين مقابل هدف. مش بس كده، اتأهل كمان عن صدارة المجموعة الثالثة لمنافسات الدور ربع النهائي عشان يضرب موعد ناري مع منتخب باراغواي يوم الجمعة اللي جاية الساعة 8. الحقيقة نجوم المنتخب الأولمبي بقيادة ميكالي سجلوا واحدة من أعظم انتصارات الكرة المصرية عبر التاريخ، لأن مصر في العصر الحديث في الأولمبياد بالتحديد في كرة القدم. لو رجعنا للتاريخ هتلاقينا في أولمبياد لوس أنجلوس 84 كسبنا كوستاريكا 4-1، في أولمبياد برشلونة 92 كسبنا كولومبيا 4-3، في أولمبياد لندن 2012 كسبنا بيلاروسيا 3-1، في أولمبياد طوكيو 2020 كسبنا استراليا 2-0. يعني فوز امبارح على اسبانيا هو الاهم والاكبر في تاريخ الكره المصريه عالميا في مشوار الاولمبياد، لانه كمان حطينا على طريق افضل بكتير من لو كنا تاهلنا تاني المجموعه، لان فوز مصر امبارح خلانا في اول المجموعه، خلانا نتجنب مواجهه منتخب اليابان القوي جدا، وبقى عندنا إن شاء الله فرصة إن احنا نتأهل للمربع الذهبي لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية في الأولمبياد. امبارح كان ظهور أكتر من رائع لكل نجوم منتخب الأولمبي، بداية من الحارس حمزة علاء، حسام عبد المجيد، أحمد عيد، عمر فايد، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، نجم الكبير محمد النني اللي انتقل خلاص بشكل نهائي لنادي الجزيرة الإماراتي، أسامة فيصل، ونجوم المباراة طبعا زيزو وإبراهيم عادل صاحب هدفي اللقاء وأفضل لاعبي المنتخب الأولمبي والدوري المصري من اللاعبين اللي بيقدموا مستوى قوي جدا. مباراة ولا أروع، زي ما انتقدنا أداء منتخبنا الوطني أمام الدومينيكان في افتتاح مشوارهم في البطولة، النهاردة لازم نشيد بأدائهم أمام إسبانيا وقبل منها أدائهم قدام أوزبكستان. النتائج بتقول أن الكيرف طالع وميكالي عنده طموح واللعيبة عندها طموح، إن شاء الله يقدروا أن هم يعدوا باراغواي وصول للمربع الذهبي، وبعديها نفكر في المباراة اللي بعدها. مبروك لمصر، مبروك للجهاز الفني بقيادة ميكالي كابتن بركات، مبروك للعيبة منتخب مصر الأولمبي، فوز عظيم على منتخب كبير ومصنف. إن شاء الله ننتظر مفاجأة كبيرة بتأهل الفراعنة لدور نصف النهائي من خلال مباراة الجمعة بإذن الله أمام باراغواي، اللي هو كسب مالي 1-0 في مباراة كانت صعبة، مباراة ما كانتش سهلة خالص، قدر إن هو يكسب مالي في أول افتتاحه في المشوار، كان خسر بنتيجة كبيرة جدا من منتخب اليابان اللي أنا بقول لكم الحمد لله إن احنا مش هنقابله، لأن اليابان مقدم مستوى قوي جدا في الأولمبياد، فنأخر اللقاء شوية وإن شاء الله يقدروا منتخب مصر إن هم يتخطوا باراغواي يوم الجمعة القادمة.